ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتورة مليك. دكتور مليك، قبل الفاصل سألت حضرتك أكل السمك أو الفسيخ الميت أو يكون فاسد، أكله في الحلم وكمان رؤيته، عايزة تفسير ده وتفسير ده. الأكل لما ناكله السمك اللي قلنا الفسيخ تحت بند السمك الفاسد تحت البند ده، أما ناكله بتبقى هموم وخلاص هتتمكن من الإنسان رؤيته بس. الله. أما لو يشوفه قدامه كده ده رؤية تنبيهية وتحذيرية ان هو في حاجة ممكن تسبب له هموم، فعليه ان هو يتوخى الحذر في كل حاجة مقبلة عليه. بس هو طالما ان هو شايفه كده، هو ممكن يكون على فكرة كمان حد حريص قوي 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 وحد فاهم الحاجة اللي قدامه كويسة ولا لا. طب قولي يا دكتور، هنا تفسير حضرتك برضو بيختلف بالنسبة لبنت عزبة او واحدة حامل، سيدة حامل. بس هقولك برضو اي سيدة حامل بتكون الاحلام بتاعتها في منها رؤى وفي منها بتبقى تحت بند اضغاص الاحلام والهموم. في كتير جدا جدا ممكن تقول لهم الرمز السيء، وهم من النوع اللي هم تلاقيهم النوع اللي بيفكروا كتير، انا هيجرى لي حاجه، تروح شايفه الحلم ده، تشوف الحلم بالرموز السيئه. ده بيكون اضغاص احلام بالنسبه للحامل. اما بقى لو ما كانش في دماغها وما شافتش حاجه ولا سمعت حاجه وبعد كده شافت منام فيه الفسيخ الفاسد او الحاجات الفاسده بس شافتها، يبقى ربنا عافاها من كرب، بس برده ملوش دعوه بالحمل. اما لو اكلتها فهيبقى فيها صعوبه شويه في موضوع شهور الحمل او الولاده لا قدر الله. طيب هرجع اكمل اسئلتي مع حضرتك بس بعد